صلى الله عليه وآله وسلم وسورة الفاتحة. قال الإمام العسكري عليه السلام: إن الله خص بسورة الفاتحة محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وشرفه بها، ولم يشرك معه فيها أحداً من أنبيائه ما خلا سليمان عليه السلام، فإنه أعطاه منها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا ترى أنه يحكي عن بلقيس حين قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.